خطط فعالة وفرص تبدو في الأفق لإعداد جيل ينافس في سوق العمل، وذلك مع تنفيذ الدولة المصرية لعدد كبير من المشروعات القومية العملاقة بكافة المجالات. ولا شك أن تطوير البحث العلمي يشكل حجر زاوية في تنفيذ هذا الكم الهائل من المشروعات التنموية. وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أهمية ربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة، وذلك من خلال تقديم كل الدعم اللازم لاستغلال طاقات الطلاب في الابتكار والبحث العلمي. وخلال افتتاح النهائي للموسم الثاني لمسابقة رالي السيارات الكهربائية الصنع بالعاصمة الإدارية الجديدة، أشادت الوزارة بمجهودات الشباب الذي قام بتصنيع السيارات المشاركة في السباق، مؤكدة أن 60% من مكونات السيارات المصنعة والمشاركة بالسباق مصرية الصنع، مما يؤكد وجود إمكانيات قادرة على الابتكار، وذلك تماشيا مع توجهات القيادة السياسية التي تشجع تلك الصناعات. من جانبها أكدت أكاديمية البحث العلمي أن الخطة التنفيذية للأكاديمية 2018-2022 تولي أهمية كبيرة بالتحالفات التكنولوجية والصناعية بهدف نقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، كما تركز هذا العام على صناعة السيارات والصناعة الرقمية. ويشار إلى أن 22 جامعة مصرية تم إدراجها ضمن تصنيف QS العالمي 2020 للمنطقة العربية من بين 129 جامعة على مستوى المنطقة، لتكون هناك زيادة في عدد الجامعات المصرية المدرجة ضمن التصنيف الذي تضمن 15 جامعة في عام 2017. الأرقام الصادرة بشكل رسمي عن وزارة التعليم والبحث العلمي تفيد بتقدم مصر عدة مراكز فيما يتعلق بزيادة عدد الأبحاث المنشورة دوليا من قبل مصريين، أيضا مضاعفة الإنفاق على البحث العلمي وزيادة معدلات الابتكار في المنشآت الاقتصادية. واقع البحث العلمي الآن في مصر وما يحتاجه ومحور نقاشنا في هذا الحوار. معنا في الدكتور محمد عبد الفتاح مصطفى، رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بالسادة المشاهدين جميعا. أهلا بك. إذا ما بدأنا بطرح السؤال، ما الذي يحتاجه البحث العلمي حتى يكون بالفعل منظومة متكاملة محفزة للعلم والمعرفة من ناحية ومؤثرة على الجانب الاقتصادي من ناحية أخرى؟ أولا في البداية لو نظرنا إلى كلمة بحث علمي، كلمة بحث يعني هي تدقيق وفحص ووجود أكتر من دلالة لبحث عن أمر معين لحل مشكلة معينة. العلم لابد أن يرتبط بالعلم والمعرفة، ولابد أن يكون الباحث ذو دراية وذو علم وذو معرفة حتى يستطيع أن يخرج بالبحث العلمي المطلوب. ثانيا، البحث العلمي ذات أهمية خاصة جدا في هذا الوقت، لأنه هو يبحث في حل مشكلات أو يبحث في إيجاد حلول جديدة، سواء كان في أحد تخصصات البحث العلمي. هناك في البحث العلمي بحث علمي اجتماعي، بحث علمي اقتصادي، بحث علمي طبي، فكل منهم يحاول أن يضع حل لمشكلة موجودة أو يوثق معلومة موجودة أو يطرح فكر جديد لاستثمار أمثل لإضافة قيمة مضافة، زي الاستثمار الأمثل في عن طريق البحث العلمي للمنتجات الطبيعية أو للمعطيات الطبيعية اللي موجودة في البلد اللي فيها البحث العلمي. تمام. في مصر في مقياس مهم بيقاس فيه يعني أو من خلاله مدى العطاء في البحث العلمي في عدد الأبحاث المنشورة في مجلات دولية لباحثين مصريين. أولا، هل هذا العدد ارتفع في نظرك من واقع متابعتك، وهل يتم استغلال هذه الأبحاث؟ طبعا سؤال جميل خالص. احنا مصر حاليا تحتل تقريبا الموقع 36 على مستوى العالم في الأبحاث. الأبحاث زادت تقريبا 29% عن ما كانت عليه من قبل في ظل التشريع. لا، المرتبة 36 ضمن كم دولة يا فندم؟ 237 دولة تقريبا. احنا طبعا ده تقدم كبير، احنا كنا 112 تقريبا او حاجة زي كده. في ظل تشجيع القيادة السياسية وفي ظل الاهتمام بالبحث العلمي والعلماء واجتذاب العلماء المصريين وما اكثرهم اللي كانوا موجودين في الخارج واجتذابهم عن طريق تشجيعهم في مصر، ده ادى الى زيادة الابحاث العلمية. واللي اهم من كده ان الاستثمار الامثل للابحاث العلمية ده اللي افضل من عدد الابحاث. يعني النهارده القيادة السياسية اتجهت في الاستثمار
الاختيار الامثل للابحاث العلميه، مما يضع حل لكثير من المشكلات واضافه قيمه مضافه جديده للمعطيات الطبيعيه او المنتجات الطبيعيه الموجوده هنا في مصر لاستثمارها استثمار امثل. النهارده تدخلت، هل في مثال معين ل يعني ابحاث علميه في قطاع معين تم استغلالها ويعني الاستفاده بها بالفعل؟ اقول لحضرتك مثلا كان السيليكون بيصدر من مصر رو ماتيريال او ماده خام، سعر الشكاره لا تتعدى 80 جنيه. النهارده السيليكون في مصنع كبير جدا جدا سوف يتم افتتاحه قريبا بمساعده القوات المسلحه والهيئه الهندسيه، ده هيحول السيليكون المصري الذي تصل درجه نقائه الى 95% بمساعده الابحاث العلميه من المصريين وبمساعده ابحاث علميه من اماكن اخرى، الى ان يكون هذا المنتج له قيمه مضافه كبيره جدا جدا، يستخدم ليس كتصدير كرمل زجاجي ولكن سوف يصدر كوحدات تستخدم في الموبايل والكمبيوتر والاجهزه اللوحيه. احنا مصر النهارده لاول مره في ظل القيادة السياسية الحالية تنتج منتج تليفون محمول، ده ما كانش احنا كنا بنحلم بيه، كانت احنا بنعتمد على الريع فقط او على عائد المبيعات والمشتريات والتصدير والاستيراد. النهارده لا، احنا بنعتمد على منتج مصري صنع في مصر، ودي احنا بنحاول بقدر الامكان بتشجيع المسؤولين عن موضوع الابحاث العلميه للاستثمار الامثل للابحاث العلميه وليست وضعها في ادراج المكتبات فقط، ده حصل على دكتوراه وده لديه بحث علمي بدون استثماره. النهارده اتيحت الفرصه للمصانع انها تستثمر الابحاث العلميه للعلماء وتستثمر عقول العلماء في كيفيه انتاج منتج مصري قابل للتنفيذ. طيب هكذا هي المنظومة اللي بتؤثر فيها البحث العلمي في التنمية الاقتصادية، استغلال هذه الأبحاث في مثل هذه المشروعات، ده التأثير المباشر للبحث العلمي ولا في تأثير أكبر على المسيرة الاقتصادية؟ لا طبعا، هو التأثير أكتر من كده، هو تأثير البحث العلمي في المسيرة الاقتصادية له عدة جوانب. إذا كان التأثير العلمي البحث العلمي كنوع من البحث العلمي الاجتماعي، فأنا بقرب ما بين الفكر المحلي أو الفكر المصري وبين الفكر الخارج النطاق الدائرة المصرية. إذا كان الفكر ده في مجال الطبي، فأنا بستحدث منتجات جديدة تساعد في القضاء على بعض الأمراض أو الحد من بعض الأمراض أو علاج بعض الأمراض أو إنتاج منتجات جديدة لا تباع في مصر فقط ولكن تصدر للخارج، مما يعتبر قيمة مضافة للاقتصاد المحلي أو الاقتصاد المصري. إذا كنا بنستخدمه في المجال التجاري، فأنا إزاي أقدر أفرض أو أوجد أبحاث علمية تساعدني في أن أنا أساعد في نمو العملية التجارية وتسريعها، زي مثلا تقليل مسافات التقاطر ما بين السيارات، زي تقليل مسافات وقوف البواخر في التفريغ، حاجات كتير خالص مستخدم في الأبحاث العلمية وهي كلها تكنولوجيا. يا إما أنا بس بستثمر بحث علمي قديم وحاول أطوره، أو بستحدث بحث علمي أو حاجة علمية جديدة علشان تساعدني في تنمية الاقتصادية. تمام. دايما كان مرتبط البحث العلمي مع الأسف في أذهاننا بهجرة العقول المصرية للخارج لأنها بتلاقي المناخ الأنسب لتنفيذ وتطوير أبحاثها. الصورة الذهنية دي في رغبة جادة في تغييرها، هل شايف حضرتك من خلال المؤتمرات اللي بيتم عقدها في مصر تحديدا مؤتمرات مصر تستطيع اللي يعني بتكون معنية بها وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج للاستخدام الأمثل لجميع قطاعات المصريين في الخارج في كافة المجالات ويعني احساسهم بان يعني مصر في حاجه ليهم ومصر ايضا مرحبه بكل طاقتهم، شايف حضرتك الفكره دي اتغيرت باي نسبه؟ لا، هي اتغيرت بنسبه 100% للافضل طبعا. قبل كده كان دايما العلماء والباحثين لم يجدوا المناخ المناسب ليهم، لم يجدوا الدعم السياسي الذي يساعدهم على استثمار ابحاثهم او التطوير ذات التطوير، او لم يجدوا الدعم المادي يساعدهم على برضه عمل البروتوتايب او المنتجات البدائيه اللي هو المنتج المبدئي اللي ممكن تطويره عشان يبقى منتج نهائي. في ظل القياده السياسيه ووجود المؤتمرات التي يكون على راسها السيد الرئيس شخصيا وتشجيعه للشباب وعمل مؤتمرات الشباب وتشجيعه للبحث العلمي واتخاذ عام 2019 على عام العلم، ده كله ده ادى دافع قوي وثقه ان العلماء المصريين المهاجرين في الدول الخارجيه انه يرجعوا لمصر، لان وجدوا المكان. طبعا احنا يمكن المصريين بالذات على مستوى العالم كله ليهم ولاء لمصر، يعني كل واحد مصري يقول لك اللي شرب من النيل بيرجع له مره ثانيه. طب ايه اللي بيدفعه انه يسافر بره او يعني يستثمر ابحاثه العلميه بره؟ لانه لم يجد في السابق من يساعده في استثمار هذه الابحاث، لم يجد من يساعده في تطوير هذه الابحاث، ولكن في ظل القياده السياسيه وفي ظل الرئيس عبد الفتاح السيسي نجد ان الجميع
بيتبارى انه يرجع مصر مره ثانيه ويستخدم ابحاثه العلميه بل يطور في الابحاث اللي كانت موجوده. وتلاقينا في مجموعه من الشباب المخترعين، مجموعه احنا شايف اول امبارح في احدى الجامعات الخاصه او المعاهد الخاصه حصلت على احسن مسابقه على مستوى العالم كله في انتاج السياره الالكترونيه او السياره الكهربائيه. السياره الكهربائيه وده طبعا يعني دي حاجه مش مسبوقه، احنا كنا دايما احنا المستوردين. النهارده خلال فتره وجيزه سوف تكون مصر منتجه لهذه السياره بل ومصدره لها لدول اخرى. ده تعتبر فاليو اد او قيمه مضافه للاقتصاد المصري وقيمه مضافه لعقليه الشباب نفسهم، هتشجع اللي عمل البحث العلمي وطوره وتشجع الناس اخرين انه يبتدوا يشتغلوا في مجال. احنا شايفين نموذج للسياره الكهربائيه اللي بيتم عرضها، الحقيقه نموذج لانه التكنولوجيا دلوقتي خلت فيه افكار مبتكره وابداعيه حتى مش بس لدى الشباب لدى الاطفال. اهميه رعايه هذه الافكار اللي ممكن توصلنا ان احنا بنشوف منتج زي اللي احنا شايفينه دلوقتي، السياره الكهربائيه لمصر تقدر تصنعها وتقدر تصدرها كمان. ده انجاز كبير. حضرتك دايما تطور اي امه ما هي الا رؤيه حكومه واراده الشعب. طالما الحكومه او القياده السياسيه ترى ان هناك اهميه للبحث العلمي فثقي تماما ان الشاب المصري او الطالب المصري او الباحث المصري سوف يبذل قصارى جهده اولا لحاجتين، الحاجه الاوليه ان ينتج ويحقق رغبته في نشر بحثه العلمي، الحاجه الثانيه ان يكون امام القياده السياسيه او امام المجتمع بصفه عامه انه هو حد ناجح وفي حد بيهتم بيه. وده تقدر تشوفيه حضرتك لو انت كنت في مجال التعليم الفني او التعليم التقني اللي هو قبل التعليم الجامعي وشجعتي الطلاب الموجودين معاك للعمل، صدقيني هينتجوا. والعقول المصريه انا براهن عليها دايما في كل لقاءاتي بقول ان العقول المصريه من افضل العقول على مستوى العالم لو تم استثمارها ودفعها للامام. وانا ده شايف ان فعلا كل الاجتهاد سواء كان من القياده السياسيه او من الحكومه بتدفع للشباب وتهتم بالشباب وتهتم بالباحثين والمخترعين والمفكرين. هذا الاهتمام حضرتك شفته كان دافع لخروج السياره الكهربائيه، في غيرها من مشروعات يعني ممكن تكون ما نالتش نفس القدر من الدعايه او من التركيز تسليط الضوء الاعلامي زي السياره الكهربائيه؟ في مشروعات كتير خالص دلوقتي. انا شايف مجموعه من الشباب، انا يمكن حضرت اكتر مؤتمر من مؤتمر المخترعين والموهوبين وساعتها انا كنت عضو في افكار لفتت انتباه حضرتك، افكار جديد كتير خالص من ضمنها احد الشباب من المنصوره تقريبا عمل البزاره اللي هي بتبذر البذور اثناء الزرع، دي كانت حاجه غير موجوده. عمل ماكينات ل كان في احدى الجامعات مسابقه في احدى الجامعات وعملوا ماكينات لضغط قش الرز وتحويله الى خشب او تحويله الى سماد. في حاجات كتير خالص بتتعمل. احنا النهارده مصر ان شاء الله سوف تكون على مصاف الدول المتقدمه في مجال التصنيع، وده الامل الوحيد اللي قدام مصر ان احنا لابد ان يكون هناك تصنيع وانتاج وتتحول مصر من دوله مستهلكه الى دوله منتجه. اكيد ده الطموح الاكبر لمصر بتسعى اليه الان. الافكار النوعيه دي من الافكار اللي بنشوفها في الجامعات من الطلاب من مختلف المحافظات، هل في يعني جهات بترعاها ترعى هذه الافكار والابتكارات تحولها لقيمه اقتصاديه تستغل هذه الافكار استغلال جيد؟ انا زي ما قلت لحضرتك دايما تطور اي امه ما هو الا رؤيه حكومه واراده الشعب. انا شايف النهارده الجامعات مؤسسات المجتمع المدني اصحاب المصانع القطاع الخاص كله بيرعى، الهيئه الهندسيه والقوات المسلحه كله بيرعى المخترعين والمبتكرين وبيحاولوا انهم يساعدوهم في انتاج البروتوتايب او المنتج البدائي الاول ثم يعيدوا يبتدوا في تصنيعه في كمنتج نهائي. ودي طبعا يعني هتشجع اي باحث انه يبتدي يطور من افكاره ويطور من ابحاثه حتى يستطيع ان يخرج منتج نهائي قابل للبيع وقابل للتداول في السوق المحلي والسوق العالمي. تمام دكتور محمد، حضرتك رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي، لو اتكلمنا على المستوى العربي هل في تعاون في هذا المجال بين الدول العربيه؟ واقع البحث العلمي لو اتكلمنا عن العالم العربي بشكل عام خلال الفترة اللي ما قبل عهد السيد رئيس عبد الفتاح السيسي كان هناك بعد بين العالم العربي عن مصر أو في حقد عليها. أنا شايف دلوقتي السيد رئيس استطاع أن يجمع حوله كل أفئدة العرب وكل قلوب العرب والدول العربية كلها وخاصة الغير حاقد منها. يعني لو احنا استبعدنا دولة أو اتنين من اللي هم ليهم أحقاد على مصر أو ليهم أهداف خاصة ودول دويلات لا تمثل أو دويلة لا تمثل قيمة بالنسبة للدول الباقية، هنلاقي باقي كل الدول العربية بتبتدي تستفاد من مصر، وخاصة أن مصر هي كان منبع العلم للمتعلمين في هذه الدول. يعني أنا أغلب الدول اللي زرتها من الدول العربية سواء كانت بس احنا يعني لو اتكلمنا عن الصعيد العربي في دول عربية كثيرة مع الأسف أصبحت تعاني من أزمات سياسية ربما
يعني انعكست على أدائها في البحث العلمي. هل هذا الأمر يعني شايف فيه خطورة أم أنه يعني الواقع يقول أن كل دولة تعمل جاهدة على تطوير البحث العلمي لديها؟ كل دولة، ولكن هو تطوير البحث العلمي محتاج إمكانيات، محتاج أولى هذه الإمكانيات هو الاستقرار الأمني، هو الاستقرار الاقتصادي. احنا نجد لمصر حاليا يعني ده من كرم ربنا علينا انها من اكثر الدول على مستوى الدول العربيه بل على مستوى العالم استقرارا امنيا واقتصاديا. احنا في الفتره اللي جايه انا شايف ان في مجموعه من المستثمرين ومجموعه من اصحاب الاعمال سوف ينزحون باموالهم الى الاستثمار في مصر لانه اكثر استقرارا واكثر امنا بما فيها الاستغلال او الاستثمار في مجال الابحاث العلميه. نعم، القطاع الخاص مفترض أن يكون له دور بشكل أكبر، شايف هذا دور ملموس في مجال البحث العلمي؟ خاصة وإحنا بنتكلم عن مشروعات ممكن تتحول لقيمة اقتصادية، يعني ليس مجرد بحث علمي في إطار تفكيرنا التقليدي حول البحث العلمي، لا، ممكن يكون مفيد بتحول إلى مشروع اقتصادي مربح. هو حضرتك دايما أي عمل بيبقى فيه أربع حاجات: وين وين سيتويشن، وين لوس سيتويشن، لوس وين سيتويشن، لوس لوس سيتويشن، يعني كسب كسب او كسب خساره او خساره كسب او خساره خساره. اولهم طبعا واكثرهم هو وين وين سيتويشن، هو كسب كسب. القطاع الخاص او المستثمر الخاص لما يتلقى في مشروع بحث علمي قابل للتطوير وقابل للانتاج مش هيتوانى اطلاقا. انا شفت ده في اغلب الشركات المصريه الكبيره، زي مثلا انا شايف شركه العربي ابتدوا ياخدوا ابحاث وطوروها وابتدت تنتج فعلا، ودي اصبح منتج مصري بدل ما انا بجيبه من بره، انا بنتجه هنا في مصر. النهارده اصبح في مصنع في مدرسه. في امثله معينه ممكن نذكرها يا فندم؟ ما بقول لحضرتك في شركه العربي انا بدات يعني تاخد بعض اقصد الطلاب. نوعيه المشروعات، ايه المشروعات الحاجات الجديده الأبحاث. احنا مثلا في الطاقه الشمسيه السولار انرجي ابتدت تنتج في مصر، الوحدات انتاج الطاقه الشمسيه ابتدت تصنع وتنتج في مصر، كان الاستيراد بتاعها كتير احنا خلاص هننتجها كلها في مصر ويبقى في اكتفاء ذاتي منها. دي بتؤدي الى زياده التصنيع في المصانع المحليه والاستثمار الامثل للامكانيات المحليه، بدل ما احنا كنا بنستورد من بره، لا انا بصنع لابيع في السوق المحلي واعمل تغطيه ذاتيه واصدر للخارج مما يعيد الينا بعمله صعبه ويشغل عدد كبير من العماله. احنا النهارده البطاله، لو بصيت على البطاله حضرتك في الفتره الاخيره دي تقريبا انخفضت بنسبه كبيره جدا جدا لوجود فرص عمل جديده بتستثمر فيها الابحاث العلميه بكل اتجاهاتها. الابحاث العلميه لن تقتصر فقط على انتاج منتج تصنيعي، أكيد. هناك مجموعه من الابحاث العلميه بتساعد في تطوير العمليه الانتاجيه ودعم الاقتصاد الى الامام، وتساعد في تشغيل عدد كبير من العماله والقضاء على كمان بيتم الاستعانه بها في المشروعات القوميه الكبرى. مما لا شك فيه النهارده الابحاث العلميه ساعدت العامل المصري ان يبقى له قيمه وقيمه مضافه في الخارج. العامل المصري النهارده بيطلب بالاسم في بعض الاشياء زي اللحام بالكربون واللحام مش عارف حاجات كتيره كده لم تكن موجوده ولكن تم تطويرها بالابحاث العلميه. انا زرت احدى الشركات تبع وزاره الانتاج الحربي، انتجت بعض الحاجات اللي مش موجوده زي قطع غيار سيارات ما كانش كانوا بيستوردها بقوه، عملت بعض المنتجات المعدنيه اللي هي دخلت في بعضها طلعت منتج نهائي ما كانش موجود قبل كده في مصر وكنا بندوخ عليه. النهارده تطوير صناعه قطع غيار الطيران، قطع غيار نعم. الحاجات ده كلها ابتدت تبقى من منتجات مصريه يعني. نعم. طيب اسمح لنا دكتور محمد ينضم الينا ايضا للنقاش هاتفيا دكتور عماد حجازي رئيس هيئه الرئيس التنفيذي لهيئه التمويل وتمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار. اهلا بك معنا دكتور عماد. اهلا بحضرتك يا فندم. واقع البحث العلمي الان في مصر كيف تنقله لنا في السطور؟ هو اهم حاجه انا شايفها ان في وعي كبير من جانب الحكومه ومن جانب الشعب باهميه البحث العلمي، ابتدى الناس تبقى شايفه البحث العلمي ان هو طوق نجاح، حاجه بتشد البلد لقدام وحاجه تقدر تعمل قيمه مضافه للبلد، مش مجرد ابحاث بتطلع وخلاص، لا الناس كلها بتقول عايزين قيمه مضافه، عايزين شركات تطلع تطور في المنتجات، في نظره ايجابيه للبحث العلمي. نعم. طيب إيجابيات استخدام هذه الأبحاث العلمية في رأيك هل اتضحت في المشروعات القومية الكبرى أم أيضا في منتجات التصنيع اللي أصبحنا يعني لدينا القدرة على تصنيعها كمثال السيارة الكهربائية؟ هو السيارات الكهربائية يعني دي نموذج واضح جدا، يعني لسه من يومين كان في الرالي للسيارات الكهربائية
وده والدولة بدأ يعني حتى الاتوبيسات الكهربائية اللي اتعملت في اسكندرية شركة اللي هتتنفذ شركة اي فوتون الصينية بالتعاون مع مصر وانتاج الحربي. ففي يعني في دفعة لاتجاه السيارات الكهربائية لان ده هيبقى يعني ده مستقبل النقل في مصر. نعم. التعليم يا فندم ازاي ممكن يكون داعم حقيقي للبحث العلمي وتطويره؟ هو التعليم لازم يبص له دايما ان هو الخطوه الاولى اللي بعد منها بيتبني عليها البحث العلمي، فلازم اهداف التعليم تبقى بتخرج معرفه مناسبه ان ينتقى منها الباحثين. مش كل الناس اللي بتتخرج من الجامعه هتبقى باحثين، ده مش طبيعي، لكن على الاقل لازم يكون عندك حاجة او عدد كافي من الناس عشان يطلع منها عدد ملائم من الباحثين. تمام. هذا العدد من الملائم، هل حضرتك شايف يعني بالذات الافكار اللي فيها نوع من انواع الابتكار والابداع من طلاب الجامعات، هل بيكون هناك سهوله في ربطهم بسوق العمل او بالقطاع الخاص لاستخدام هذه الافكار والمبتكرات؟ لا لسه، يعني لسه المجتمع اللي هو بتاع الاعمال اللي بياخد شركات من شباب صغيرين او شباب صغيرين ينضموا لشركات نشأة جديدة مش كتير قوي، بس بتزيد، هي بتزيد بشكل عام بقى لها 5-6 سنين، لكن لسه ما وصلتش يمكن للمرجو يعني. تمام. وجود قاعدة كبيرة علمية من جامعات ومراكز ومؤسسات وباحثين، هل حضرتك شايف انه الآن نحن وصلنا الى المطلوب ام ما زالت هناك خطوات لتحقيق ذلك؟ لا، احنا النهارده الكتلة الحرجة بتاعة الباحثين كعدد في مصر قوة كبيرة، يعني عدد كبير من الباحثين في تخصصات مختلفة، فدي نقطة قوة كبيرة لمصر في هذا المجال. هل يصح تتحسن؟ طبعا، وكل حتة يصح تتحسن في كل دولة في العالم، فدايما في تطوير للمستقبل، لكن احنا عندنا كتلة حرجة معتبرة من الباحثين في مصر في جميع التخصصات. أشكرك دكتور عماد حجازي رئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار. بشكر ايضا ضيفنا في الاستوديو دكتور محمد عبد الفتاح مصطفى رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي، شكرا لوجودك معنا في هذه الحلقه من برنامج من القاهره. بشكركم مشاهدينا على المتابعه، وبعد البرنامج تتابعونا الفقره الصحفيه اليوميه التحليليه لصحافه الغد، اليوم مع زميلي عاصم ابو الغار. الى اللقاء.